فاض في هذا الفن خمسة، الألفاظ هي الأحكام التكليفية. الحكم يبني كما سيأتي ويتكلم هو في أول الأصول. الحكم عند الأصوليين قسمان، حكم تكليفي وحكم وضعي، وهناك من يدخل هذا في ذاك ويجعلهما قسما واحدا. حكم التكليفي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير. تزدد الاقتضاء هيجيب أربعة، لأن الاقتضاء طلب، والطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك. طلب الفعل على سبيل الجزم يجيب الواجب، وطلب الفعل على سبيل غير الجزم يجيب المندوب، وطلب الترك على سبيل الجزم يجيب الحرام، وتركه على غير سبيل الجزم يجيب المكروه. والمباح أنت مخير فيه بين الفعل والترك. السؤال، ما الفرق بين المباح والرخصة؟ المباح هو إيه؟ أنت مخير فيه بين الفعل. والرخصة، أنت دلوقتي مسافر في نهار رمضان إلى الإسكندرية، أو دول ما يعرفوش إسكندرية، مسافر في نهار رمضان مسافة القصر، الرخصة تفطر، مش كده؟ لكن افرض انك انت ما فطرتش وصمت، حرام؟ لا. يبقى انت مخير بين ان تأخذ بالرخصة وان تبقى على الاصل، مش كده؟ يبقى انت في الرخصة مخير وانت في المباح مخير. يا ترى ما الفرق؟ قول يا علام. الرخصة خد بالك، ده يقول اي حاجة يعني، ما ينفعش تكون في وقت معين. شوف السفر، والغريب انه عندما يتكلم بما يشبه كلام العلماء. الرخصة ترجع لك لورا كده تحس انه ايه، أنه رجل يتفجر العلم من جوانبه. الرخصة عن ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فيها رخصة، أما المباح فيعني أي شيء، أكل شرب كده. الكلام ده أنت قاعد في الغيط بقى. أنت بالك إيه؟ منين؟ أنا من مركز الصف إن شاء الله. الصف دي الجيزة؟ آه بالظبط. الله يخرب بيت الجيزة. أنا عند الدكتور ياسر من الصف. كده نعم يا سيدي. يعني الرخصة قاعدة استثنائية، والمباح من أحكام التكليف. هذا صحيح، لكن أنا أتكلم في أمر آخر. إذا كان المباح فيه تخيير تفعل ولا تفعل، والرخصة فيها تخيير، فما الفرق؟ أنا أتكلم عن الفرق من هذه الحيثية. تقول كلاهما المكلف مخير فيه، صح؟ لكن الترك في الرخصة أولى. لكن آسف أنا، لكن الفعل في الرخصة أولى. الحديث إن الله يحب كما يكره أن تؤتى معاصيه. يبقى أنت في المباح ما عندكش أولوية، أنت مخير فقط. في الرخصة أنت مخير لكن الفعل أولى. فهمت الفرق الدقيق ده؟ نعم. أقصد الكلام اللي تسمعه مني أنا بس. لا والله. تقعد تدور عليك حتة ده مش.
مش من الكتب، بالقراءة بس. النهاردة تصدر للتدريسي. يلا فاعلم أن الألفاظ، قلنا الحكم الوضعي بقى جعل شيء سببا أو شرطا أو مانعا أو إيه؟ أو مانعا. مش عندكم لما تدرسوا في الأصول من قوادح العلة الممانعة، من قوادح العلة التخصيص، بس هذا مختلف فيه، ومن قوادح العلة القلب، ومن قوادح العلة المعارضة، ومن قوادح العلة الممانعة، مش كده؟ والممانعة إما في التعليل وإما في الوصف المدعى علة. ده لما نروح بقى للقياس. الحنفية كما قلت لكم قالوا الألفاظ سبعة، فرض وواجب. ليه؟ قالوا لأنه التكليف إن ثبت بدليل قاطع لا شبهة فيه فهو الفرض، وإن كان فيه شبهة فهو الواجب، وكذلك الحرام والمكروه تحريم. هنا في أمرين، بعض الناس يظن إن الحنفية لما قالوا إنه حرام ومكروه تحريما إنك لا تعاقب على المكروه تحريما، ده غلط. الحنفية يقولون فاعل الحرام يعاقب، وفاعل المكروه تحريما يعاقب لكنه عقاب أقل. دلوقتي الزكاة فرض عند الحنفية، وصدقة الفطر واجب عند الحنفية. إن تركت صدقة الفطر تعاقب عندهم، لكنك تعاقب عقابا أقل من منعك للزكاة. خلاص. والبعض المشايخ في كتب الأصول المعاصرة بيعترض على الحنفية في هذا التقسيم، لكن اعتراضهم ليس له وجه. الحنفية عندهم دقة، لأنهم يقولون لا نسوي في ميزان العقل بين التكليف الذي ورد من الشارع على سبيل الجزم والتكليف الذي ورد من الشارع لا على سبيل الجزم. العقلاء يفرقون بين الأمر الوارد على سبيل الجزم وبين الأمر الذي فيه احتمال، مش كده؟ وقالوا إن هذا معهود في الشرع، إن هذا معهود إيه؟ في الشرع. مراتب الأدلة تختلف ومراتب الأحكام تختلف. فالأحناف ليسوا بدعا من الرسل، لأن كل الأصولين مراتب الأدلة تختلف قوة وضعفا، ومراتب الأحكام تختلف قوة وضعفا. فاهمين؟ الحنفي طبعا مبسوط، والشافعي قاعد زعلان. واعلم أن الألفاظ في هذا الفن خمسة: الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح، فدع الألفاظ جانبا. الإمام الغزالي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها يعول على المعاني إلى الألفاظ، هو لا يلتفت إلى الألفاظ. وكذلك من أصول الحنفية أنهم يعولون على المعاني إلى الألفاظ. فدع الألفاظ جانبا ورد النظر إلى المعنى أولا. تفكرين القاعدة اللي قالها قبل كده؟
يا مولانا والله حضرتها. حضرتك مش عارفين حضرتك عايز ايه بس. في قاعدة وقال مش قال من طلب المعاني من الألفاظ هلك، وإنما الواجب أن يستقر المعنى في النفس أولا ثم يعبر عنه باللفظ. وشرحنا إنه الأشياء لها أربع وجودات: وجود الشيء في نفسه، ووجوده في الذهن، ووجوده في اللفظ، ووجوده في الكتابة. مش قلنا كده إنه قال قبل كده في الصفحات السابقة: من طلب المعاني من الألفاظ هلك، إنما الواجب أن يستقر المعنى في النفس ثم تعبر عنه باللفظ. فلك رد النظر إلى المعاني، خلاص؟ فأنت تعلم أن الواجب اسم مشترك إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع. متكلم بتاع علم الكلام لما يطلق الواجب، مش درسته في الخريدة: أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم ونحت لذة الأفام. يبقى عندهم واجب بيقابل ممتنع، ويجي الجائز في الوسط. أنا يا شيخ الواجب إيه؟ الوسط. علماء الكلام يطلقون الواجب في مقابلة الممتنع، ويقول وجود الله تعالى واجب. ولذلك أنا دائما أقول ما تقولش الله موجود، إنما تقول واجب الوجود، لأن الموجود أنت، ما أنت موجود، إنما الله إيه؟ واجب، بمعنى أن وجوده من ذاته، خلاص؟ وقال الله تعالى: وجبت جنوبها، ويقال وجبت الشمس، وله بكل معنى عبارة. وجبت جنوبها وسقطت، ده في اللغة. يبقى عندنا يطلق الواجب وله معنى لغوي، وله معنى عند المتكلم، وله معنى عند الأصولي. والمطلوب الآن مراد الفقهاء، هو الرجل كتابه الآن في الأصول والفقه. شوف شوف الدقة. والمطلوب الآن مراد الفقهاء. يبقى أنت لما تريد أنك تعرف شيئا تعرفه عند أهل الفن الذي تريده. يعني أنت تريد تعريف الواجب في الأصول، تكتب الواجب في اصطلاح الأصوليين، الواجب في اصطلاح المتكلمين، الواجب في لغة العرب. لكن ما تكتبش تعريف الواجب وتمشي. واضح؟ وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهر بل على عرض، ولا على كل عرض، بل من جملتها على الأفعال فقط، ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا على أفعال البائي، لأن الحكم الأصولي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ولذلك في قاعدة أصولية هنا: لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل. ولذلك الشافعية إذا جاء النص مسندا إلى الأعيان يؤولون، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، الشافعية يقولون حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، لأنه لا تكليف إلا بفعل. هي أمك من حيث ذاتها كده جسد مش محرمة، إنما حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح الأمهات، حرمت عليكم الخمر أي شربها. لأن الإسناد لابد عند الشافعية أن يكون
إلى الأفعال، لكن إن أسند إلى الأعيان حقيقة ولا مجاز، خلاف بين الحنفية والشافعية. معايا؟ يبقى إسناد التحريم إلى الأعيان ده مجاز عند الشافعي. الحنفية يقول ده حقيقة، وإن إلى الأعيان مثل الخمر أضيف تحريم ففي ذا الأمر تخالف، فعندنا حقيقة والبعض لم يسلك بذي الطريقة. تفاهم يا شيخنا؟ تفهم شوي شوي؟ فإذا نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدورا وحادثا ومعلوما ومكتسبا ومخترعا، وله بحسب كل نسبة انقسامات، إذ عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة فلا تنظر فيها، ولكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع فقط، فنقسم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع، فنعلم أن الأفعال تنقسم إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع كفعل المجنون. يقول لك احنا شوف كلامه هيقتنس من التقسيم. قال لك هنقسم الأفعال، في أفعال لا يتعلق بها خطاب الشرع، زي ايه يا عمنا؟ فعل المجنون، فعل الايه؟ إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. نعمق الكلام شوية ولا أنتم مش في المجلد العاشر من فتاوى ابن تيمية؟ هو يتكلم عن مراحل السالكين إلى الله، فبيقول ويتدرج السالكون في السير إلى الله في مراتب، فينتقلون من حال الغفلة إلى حال الذكر، ومن حال الذكر إلى حال الشهود، وانت في الطريق إلى الله بتتنقل، تكون غافل عن الله، بعد تيجي في ساعة ربنا ينقلك من حال الغفلة إلى الذكر وبعدين إلى الشهود. يقول وقد ينتقل إلى حالة خاصة من حالة الشهود، وهي أن يفنى بالمكون عن الأكوان. ما تشوفش الأكوان، إنما ترى المكون فقط، يعني لا ترى في الكون فعلا إلا لله. دي قمة التوحيد. قال وربما ينطق السالك في هذه الحالة في حالة الشهود بما لا يقره الشرع ولا العقل، وانت في حالة الفناء زي ما انتوا عارفين، اللي قال ما في الجبة إلا الله، واللي قال أنا الله إلى آخره، ده كان في حالة الفناء. قال لا إيه؟ لا ينطقون بكلام يخالف ميزان الشرع. ثم استدرك لهؤلاء
وقال هؤلاء، أو قبل ما يستدرك لهم، الحال الصح أفضل من حال الفناء. الحالة دي حالتك تكون صاحي مش فاني عن الأكوان، التي أفضل. ليه أفضل؟ قال لأن الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأن الحال التي لا تجعلك تنطق بما يخالف ميزان الشرع. ثم استدرك وقال، هذا الكلام بقى، هؤلاء القوم لا يلتفت إلى أقوالهم. لا يلتفت إلى إيه؟ إلى أقوالهم. لكنهم قوم سلب الله عقولهم وأبقى أحوالهم. سلب الله وأبقى أحوالهم. فهم في الخاصة كالمجانين في الأمة، وإذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب. يعني قال دول زي اللي بيجي له حال الفناء ده مع الله. جماعة اللي انت بتشوفهم في الشارع مش دول يعني الأولياء، تجده كده زي المجنون. ده حال، ده ايه؟ ده حال. ده الكلام ده مين اللي قاله؟ الدنيا. يبقى عذرهم ولا لامهم؟ لا، عذرهم. قال هؤلاء في الخاصة كالمجانين في الأمة، هؤلاء قوم أبقى الله أخذ سلب الله عقولهم في هذه الحال وأبقى أحوالهم. ولذلك هؤلاء عندما يعودون إلى حال الصح لا يتذكرون ما كان في حال الفناء، ما يعرفش وكان كده يا أبونا. وانت فاكر التصوف بس انك انت تقعد تمشي بالطبل والزمر، وده التصوف؟ يبقى المجنون لا يتعلق به خطاب. ليه يا مولانا؟ قال عندنا قاعدة انا حافظها في الابتدائي في الأزهر، العقل مناط التكليف. العقل ايه؟ مناط التكليف. ما دام ما فيش عقل ما فيش تكليف. وعندنا قاعدة لا تكليف إلا بفعل. وعندنا قاعدة التكليف يكون على الفعل المعدوم. أنت يا مولانا دلوقتي صليت المغرب النهاردة؟ لسه. لكن أنت مكلف بصلاة المغرب؟ أي أن توجد هذا الفعل المعدوم. خلاص يا مولانا. والذي يتعلق به ينقسم إلى ما يتعلق به على وجه التخيير. أي قلنا أن الواجب ينقسم إلى واجب مخير، يعني زي كفارة اليمين، مخير أن تأتي بواحد من ثلاث، مش كده؟ والتسوية بين الإقدام عليه وبين الإحجام عنه اللي هو المباح، تمخير بين أن تقدم عليه وبين أن تمتنع عنه. وإلى ما ترجح فعله على تركه، وإلى ما ترجح تركه على فعله. والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه ويسمى مندوبا، وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجبا. ثم ربما خص فريق اسم الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظنا وما أشعر به قطعا
خصوه باسم الفرد ثم لا مشاحة في الألفاظ. يبقى مولانا بيتكلم عن مين؟ عن قال في قوم خصوا إن اللي أشعر بالعقوبة ظناً ده يبقى الواجب، والذي أشعر بالعقوبة قطعاً ده يبقى الفرد، وبعدها لا مشاحة في الاصطلاح. اللي خلانا ننصر مذهب الحنفية المشايخ اللي اعترضوا في الكتب، يعني كان منهم الشيخ الله يرحمه الشيخ زكي الدين شعبان، وده كان حنفي لكن في كتابه اعترض على هذا التقسيم، قال ما فيش فيه فايدة. مش كده؟ في واحد تاني برضو المهم، إنما الغزالي مع إنه شافعي قال لا، يعني لا مشاحة في الاصطلاح بعد معرفة المعاني. دي قاعدة تعلم عليه، لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني. لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني. وأما المرجح تركه فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على فعله ويسمى مكروها، وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله في الدنيا كقوله صلى الله عليه وسلم: من نام بعد العصر فاغتلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. وإلى ما أشعر بعقاب في الآخرة على فعله وهو المسمى محظورا وحراما ومعصية، فإن قلت فما معنى قولك أشعر، أشعر بعقاب، أشعر بذم إلى آخره، قال فمعناه أنه عرف بدلالة أو عرف بدلالة من خطاب صريح أو قرينة أو معنى مستنبط أو فعل أو إشارة، فالإشعار يعم جميع المدارك. فإن قلت فما معنى قولك عليه عقاب، قلنا معناه أنه أخبر أنه سبب العقاب في الآخرة. فإن قلت فما المراد بكونه سببا، فالمراد به ما يفهم من قولنا الأكل سبب الشبع، وحز الرقبة سبب الموت، والضرب سبب الألم، والدواء سبب الشفاء. فإن قلت فلو كان سببا لكان لا يتصور ألا يعاقب. شيخنا ماشي معاك بالتدريب بيعلمك. في أول محاضرة في الكتاب قلت الغزالي معلم من الدرجة الأولى. الإمام الغزالي كما أتقن العلم أتقن التعليم. وهو في شيخ بيتقن العلم لكن ما عرفش يعلم. بيتقن العلم، وفي شيخ بيتقن التعليم وعلمه قليل، وفي ناس لا بيتقن العلم ولا التعليم زي اللي قاعدين كلهم دلوقتي. معلش ساعات حاجات بتفلت كده. انت غربان حاجة بتحب زي ما انت عارف. مش كده يا مولانا؟ الصفحة اتقلبت وانا بشرح. ايوه. الشيخ الغزالي عاوز يقول لنا ما دام ترك الواجب سبب للعقاب، إذا لابد أن كل تارك للواجب يعاقب. مش كل سبب؟ طيب وكل واحد ترك الواجب يوم القيامة يعاقب؟ لا. قال لي لا. في واحد ما بيصليش وربنا يعفو عنه.
صح؟ ما يزكيش وربنا يعفو عنه، يزني وربنا يعفو عنه. الأحكام عند الله ليست كما هي في عقولنا. ولذلك في الجوهرة: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب إن يعذب. فالعذاب مش واجب. الوعيد وعيد الله عند أهل السنة يتخلف، بقى بمغفرة الله وبرحمة الله وبالشفيع المطاع وبالحسنات الماحية، حاجات كتير جدا تأتي موانع للعقاب. تأتي ايه؟ قال طب ازاي ده يتأتى؟ انك انت تقول اني ترك الواجب سبب للعقاب، لو كان الامر كذلك لكان كل تارك للواجب يعاقب، مع ان هذا موكول الى الله يوم القيامة. ده الكلام الامام الغزالي جابه وهيجاوبه، مش كده؟ وكذلك إذ لا يفهم من قولنا الضرب سبب الألم، فإن قل فلو كان سببا لكان لا يتصور ألا يعاقب، وكم من تارك واجب يعفى عنه ولا يعاقب. أنت مالكش دعوة بيوم القيامة، لا تحكم على مسلم ما ارتكب من معاصي بأنه من أهل الجنة ولا بأنه من أهل النار إلا ما حكم الله أو رسوله، تحكم بخلاف كده تسكت، ما تقعدش كده تعمل فيها بقى عشان الرقاصة دي بتكشف جسمها وتخش جهنم وبيوصل مصير. طب ممكن تدخل الجنة وانت تدخل جهنم، تكون بتعمل حسنة مخفية ما تعرفهاش انت، تكون سببا في نجاتها يوم القيامة، وانت قاعد شغال بالعلم الليل نهار يا ابو عاصف وتخش جهنم، صح ولا لا؟ الإبرة بالخواتيم دي حاجة تانية بقى، ربنا يبيضك يوم القيامة ان شاء الله. خلاص يا مولانا. فإن ذلك واجب في كل شخص، واجب يعفى عنه ولا يعاقب. فأقول ليس كذلك، إذ لا يفهم من قولنا الضرب سبب الألم والدواء سبب الشفاء، أن ذلك واجب في كل شخص أو في معين مشار إليه، بل يجوز أن يعرض في المحل، ما تقولش في المحل، الأفصح المحل، ثم محلها إلى البيت العظيم. وبل يجوز أن يعرض في المحل أمر يدفع السبب، ولا يدل ذلك على بطلان السببية، فرب دواء لا ينفع، ورب ضرب لا يدرك المضروب ألمه، لكونه مشغول النفس بشيء آخر، كمن يجرح في حال القتال وهو لا يحس في الحال به. يعني الإمام الغزالي يقول لك ممكن أن يقوم مانع يمنع السببية، يمنع الإيه؟ السببية. السببية. أنت غلبان جاي من البلد، مسكين ما معكش 5 جنيه في جيبك، ما شفتش 5 جنيه، ما شفتش 100 جنيه يعني. ما شفتش الدولار في حياتك، وبعدين لقيت لك واقف قدام بنك هيدوك 2 مليون دولار، جيت انا عمال اديك على قفاك من ورا، قفا مين يا عم؟ ده راجل بيعدلي ال 2 مليون دولار وانت مشغول في الورق الاخضر، اقرصك ازغدك. اللي قام بك مانع ان ذهنك وعقلك وفكرك وشعورك مع الدولار، مش كده يا مولانا؟ يبقى ده ايه؟ مانع، منع من السببية، منع من وصول الالم الى الجسم. خلاص.
وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر الدواء، فكذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رياضية وخصال محمودة عند الله تعالى مرضية توجب العفو عن جريمته، ولا يوجب ذلك خروج الجريمة عن كونها سبب العقاب. الكلام بالخلاصة، انت تركت الواجب تعاقب، لكن الذي يمنع العقاب مانع، قامت بك رحمة الله منعت العقاب، قامت بك مغفرة الله منعت العقاب، جاءت الشفاعة من سيدنا رسول الله منعت العقاب، غلبت حسناتك سيئاتك، حسنات الماحية منعت العقاب. لكن من حيث الترك، الإمام الغزالي يقول ترك الواجب يوجب العقاب، يبقى نقول ترك الواجب عند الله يوجب العقاب يوم القيامة ما لم يقم مانع للعقاب. خلاص يا مولانا. فإن قال قائل هل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان؟ إن قلنا أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفا، فإن قال قائل هل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان؟ قلنا أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفا، حد اللفظي تقول على الأسد أسد وتقول عنه غضنفر، مش كده؟ وكان هناك طرف ابن العبد قال الناقة لها 55 وصف، مش كده؟ والخمرة لها 90 اسم لفظي. إذ ذلك بكثرة الأسامي الموضوعة للشيء الواحد. وأما الرسمي فيجوز أيضا أن يكثر، لأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر. يبقى الحد الرسمي يكثر واللفظي يكثر، طب الحد الحقيقي واحد. فلا يتصور أن يكون إلا واحدا، لأن الذاتيات محصورة، فإن لم يذكرها لم يكن حدا حقيقيا، وإن ذكر مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشو، فإن هذا الحد لا يتعدد، وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة، كما يقال في حد الحادث إنه الموجود بعد العدم، أو الكائن بعد أن لم يكن، أو الموجود المسبوق بعدم، أو الموجود عن عدم، فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحدا، فإنها في حكم المترادفة. ولنقتصر في الامتحانات على هذا القدر، فالتنبيه حاصل به إن شاء الله تعالى. كده خلصنا الامتحانات. احنا الأسبوع القادم عاوزين نبدأ من بعد العصر، بس هو في عالم صديق لي من بلاد الشام ويأتي إلى مصر يوم الثلاثاء، هنعمل له محاضرة الثلاث والأربع والخميس هنا، الثلاث والأربع بعد العصر والخميس بعد الظهر، هيشرح فيها العقيدة الأشعرية كلها، بس مش الشرح اللي احنا عارفينه، هو هيركز على الشبهات وكيف تجيب وأنت تناظر.
انت بتناظر واحد في المذهب الاشعري ازاي تعرف تدافع وازاي تعرف تبين. ويوم السبت والحد نخليه في العيني ويوم الاثنين والثلاث هنا. هيدي كورس متكامل في العقيدة الأشعرية كيف تتقن أصولها وكيف تدفع الشبهة عنها. فيوم الحد أجي معاه إن شاء الله. فإذا كان يعني تعبان نكمل الدرس، ما كانش تعبان نبقى إحنا إيه نستمع إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اكتبوا القواعد بديها لكم دي عشان هي دي المفيدة. اصلي على النبي. تليفوني انا نسيت انا 25 شد ال هو هيك البلد الحلوه دي والله ساكن هنا ماليش سنه اولى جاي جديد يعني أهلاً يا مولانا. إيه ده يا مولانا الضلال ده؟ إيه ده؟ وإيه طوروا كده في الأزهر؟ طوروا في المشاعر؟ لا تخلوا لك أول مرة. والله إيه ده الله يهدى الخبيب دخل أول. شكراً عشان ما يبدلش يا سيدي. لا لا يا مولانا انت تدقن عليا والله ابدا. انا عارف انك شايف التقصير بتاعك. انت تاخد الفكره مني وتروح ايه ده يا مولانا؟ اهلا يا دكتور اسامه. هم الاحباب بيجوا مع بعض كده. الكلام صالح الله يخليك. تعال بقى اشرح اليوم البخاري. لا لا والله تعال يا تعال يا حسيب السنه. ايه ده السكه؟ ده التليفون فضيلتك ده السنه. لا لا تليفون نسيب العربيه.